السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه انستنت ارت، ده بيجيب لك الناس عملت صور بالذكاء الاصطناعي واستخدمت كلمة ايه عشان تطلع بالصورة ديت، تمام؟ وتقدر تعمل سيرش تقول له مثلا تري مثلا، فيجيب لك مثلا الصورة ديت، مثلا كات، يبدأ يجيب لك الصور اللي استخدمت فيها كلمة كات، وتقدر تقف عليها وتشوف هو كان كاتب ايه بالظبط عشان تطلع له الصورة ديت. هو كات نايت مثلا، فممكن تكون في صورة عجباك وعايز تعرف ايه الكلمات اللي استخدمت عشان تطلع الصورة بالحلاوة دي، فتنسخ الكلام دوت وتعدل فيه زي ما انت عايز، تمام؟ يعني هنا مثلا قال له انا عايز صورة في الخريف للزهور ومرسومة بالزيت، فطلع له حاجة بالحلاوة ديت. وتقدر تسيفها او تقدر انت تعمل لها لف، بس لازم تعمل حساب على الموقع طبعا.